صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين سيد أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن ومن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد، اللهم صل على من أدى. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين على محبة محمد وعلي وآلهما صلوات الله عليهما وآلهما. والقرآن الكريم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل. إلى سورة جمعت فيها أو بالأحرى جمع فيها مقاصد القرآن الكريم بل والمعارف القرآنية كما يسمى في المناهج الدراسية في العلم الحديث، يقول عصارة البحث. فكأنما هذه السورة المباركة هي عصارة ما أتت به الآيات القرآنية الكريمة. اثنين، خلنا نسافر أيضا على المنهج الذي اعتدنا عليه بس بيش بما يسمى بالدراسة الأسلوبية في وحدة الآية. يعني هاي الآية ككتلة لها أسلوب معين راح يفيدنا روحيا أيضا ويفيدنا أيضا عقائديا. هذه الآية القرآنية الكريمة بأسلوب عرضها تختلف عما عرض في القرآن الكريم، وهو أردف الله سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأعم الأغلب الآيات مرات تتوقف عند هذه المنزلة، ولكن هذه السورة أتمت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا أولا درس للمفسر الذي يأتي للقرآن الكريم مرات ويكتفي بآية معينة أو بمجموعة آيات بدون أن يتابع سفر الآية القرآنية المباركة وين؟ في جميع آيات الكتاب العزيز. الآن هاي السورة تقول أكو شيء غير الإيمان والعمل الصالح،
هسه ما يخالف، قد يدرج التواصي بالحق والتواصي بالصبر من خواص العمل الصالح، ولكن الله عز وجل مفردتي الصبر والحق، إذن شنو معناها؟ هاي قلب العمل الصالح. مثال التوبة، بعض الآيات القرآنية تشير إلى التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، الذين يعملون عفوا السوء ثم يتوبون من قريب. بس آيات أخرى تجي يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمثل هذا اللي يشتغل بالإعلام بالقنوات الفضائية هذا، ويروح بالقنوات الدنيوية، وبعضهم من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، ولمال يغرس في جوفه يروح في هذه القناة ويبث التقارير مالها، زين، وهي قد نصبت العداء لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا اشترفع يا التوبة. هذا الإعلام كن ببيان الحقائق فبخطورة. الآن الصورة القرآنية تقول قد يغريك مثل أنك أنت آمنت وعمل صالحا، كالذي أحد الأشخاص مثل الإمام الصادق سلام الله عليه قال له أغرك أنك يعني أقمت العبادات، صمت فرجك، ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن أكو سير تكاملي عقائدي روحي في هذه الآية. هذا التكامل في هذه الصورة عفوا إنما بيش بمفردة الحق ومفردة الصبر، وراح نشوف أن الصبر هو راح ينضم إلى الحق، إنما الصبر هو المقصود به الصبر على الحق تصديقا لدعائه صلوات الله عليه وعلى آبائه كما ذكرنا سابقا، اللهم ما عرفتنا من الحق شنو فحملناه. اللي ما عنده صبر ما يستطيع يتحمل الحق، بالابتلاء يسقط. زين، نرجع إلى السورة. هذه السورة المباركة تبدأ بكلمة والعصر. هسه المفسرون قسم قالوا عصر النبي صلى الله عليه وآله، قسم من قال هي صلاة العصر، لأن البعض اعتبرها الصلاة الوسطى. بس المروي من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا وراح نشوف أنه المروي عنهم هو لب الحقيقة، هو عصر المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه صلى على محمد وآل محمد. عندنا في علم المنطق مرات يقول التعريف بالأخفى تعريف ضعيف. احفظها شوية الكلمة المنطقة وياي وخل نجي. لنفرض أنه العصر هو الزمان، هذا مفهوم يسمونه، له مصاديق اللي نطبق، نقول مثلا عصر النبي صلى الله عليه وآله أو صلاة العصر، زين، أو كما روي عن أهل البيت سلام الله عليهم عصره صلوات الله عليه وعلى آبائه. ماذا ذكرنا بالحادثة السابقة؟ القرآن الكريم، الأنبياء المرسلون كلهم ينتظرون هذا العصر، لأن في هذا العصر تتحقق غايتهم وتتحقق الغاية الإلهية ليظهره على الدين كله. هذا هو الكمال، هذا هو التمام. إذن هذا العصر يعتبر بمنطق القرآن أتم وأكمل العصور، ولذلك القسم لما يصير بأتم وأفضل وأكمل المصاديق، طبعا هذا يكون قسم في موضعه، زين، لأن هاي العصور كأنما كلها هاي كلها تتكامل لأجل وين؟ ذلك العصر الذي يسود فيه الدين وينتشر فيه النور. إذن عصره صلوات الله عليه وعلى آبائه أصدق المصادق لهذا القسم. إحنا شو نقول؟ نقول إمام العصر، وصحيح؟ شو نقول؟ نقول إمام الزمان. الإمام شنو معناه؟
المأموم يتبع الإمام ولا صحيح؟ إمام العصر الزمان شنو هو؟ يصبح مأموما له، يصبح منقادا له، وهي أحدى معاني الولاية التكوينية التي ذكرنا فيما سبق. قلنا أن المادة عندك زمان عندك مكان، زين؟ هذول البعدين ذولي إذا جردوا بعد المادة تكون أسيرة. فهو إمام الزمان، الزمان بيده ينقاد بيده، والمكان يخضع له. انتبهت علي؟ ولذلك قدراته تكيف العالم الخارجي، زين؟ إذا جاذبية قانون نيوتن، مثل ما يقول الشباب يدرسون واو يساوي كاف جيم، وجيم يقول عبارة عن التعجيل، والتعجيل عبارة عن تغير بالسرعة، والتغير بالسرعة أحمد هذا أعمدته شنو هو؟ الزمان. إذا كان يتكيف الزمان بيد هذا الشخص، شنو معناه بعد؟ تتكيف الجاذبية بيده. إذا تكيفت الجاذبية بيده، بعد لا صاروخ لا طائرة لا كل شيء شنو؟ يستطيع أن يخرج من قبضته. انتبه علي؟ إذن هو إمام العصر، نقول إحنا والعصر، هو إمام العصر، روحي وأرواح العالم، هو إمام الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه. الزمان ينقاد أعماله. شلون مو صلاة الجماعة؟ نقول الصف الأول خصوصا طبعا، نصلي السيد هذا الصلاة نوصيه، المفروض جميع يتبعون طبعا، المتابعة الإمام في حركاته في أفعاله، انقياد بالحركات بالأفعال، الزمان أسيرا منقادا إليه. إذن قانون الجاذبية أسير، إذن العالم أسير بيده. زين، نرجع أيضا إشارة أيضا إلى أن الوقت مقدس في القرآن الكريم، بلي، ويسأل الإنسان عن استثماره لوجه الله سبحانه وتعالى. يا من الأوقات احنا هاي الثواني مقدسة، قسم العرفاء يقولون الثانية تنقسم عندهم أقسام كثيرة، والعمر عمر قصير. يقولون في زمن أحد الأنبياء، تعرفون في القرآن الكريم نوح لبث في قومه 950 عام، لبث ايش قد عمره؟ فمر، يقولون كانت عجوز جالسة يتحدثها عن زماننا هذا، سيأتي زمان أعمار الناس مثل إذا راد يوصل 100 سنة. حقيقة هيك زمان؟ قالت بلى. قالت لو كنت من أبناء ذلك الزمان لقضيته بسجدة واحدة، بسجدة واحدة قضيته. بلي، هذا الزمن الله اعطانا، هذا الرأس مال، الوقت أيضا رأس مال، رأس مال، بس وين يوجه؟ لله عز وجل. برمضان والمسلسلات مرات قسم يفتحون تلفزيونات يشوفون هالمسلسلات اللي لا بها لا ذكر لله عز وجل سوى للفكاهة، والملائكة تقول رسولكم علمكم ساعاته ساعات. عجيب، هذا الزمن مقدس في رمضان، كشف عن قداسته رسولكم صلى الله عليه وآله، وأقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا كل لحظة الإنسان يكون في رقابة على قلبه حتى على خياله. شباب، خصوصا للشباب، الخيال الإنسان وتخيلات تكون يطهرها. بلي، إذا أجا خيال وهمي، علم المنطق ولكو علم الخيالي، الإنسان يكون يكافحه بالاستغفار. الكبير السن كذلك إذا أجت خواطر دنيوية إلى في خياله أسفا على مال أو على جاه، هذا يعتبر روحيا من الذنوب ولا فقهيا؟
من الذنوب الكبيرة من الحجاب. يحتاج تطهير هذا وقت مقدس. وكيف إذا كان وقت المقدس كزمان شهر رمضان؟ شلون الإنسان يحصر نفسه مع الله سبحانه وتعالى؟ زين، إذا الآية تقسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ألف واللام في اللغة العربية مرة تجي يقولون للحقيقة، ومرة تجي لمن؟ للاستغراق يقولون، وإما استغراق الأفراد أو استغراق الجنس. ومرات تستخدم للأفراد لكن بالتغليب يسمونه، وحتى بالحقيقة مرات يستخدموها بالتغليب. يعني ما معناه شنو؟ ما عقد عليك الموضوع. يعني الأعم الأغلب، بما أن الأغلب الناس بعيدون عن الله عز وجل، فهاي الألف واللام تتكلم عن هؤلاء، وإلا تحت الإنسان يدخل الحجج الله، ولكن هؤلاء قلة. زين، وقليل من عبادي الشكور، قلة. الغالبية مع الأسف أغلب الناس في جفاء مع الله سبحانه وتعالى. الخسر شنو؟ طبعا احنا عندنا بالقرآن الكريم اكو تجارة مادية واكو تجارة لا تبور. اكو تجارة وهي مشروعة، زين، ولها احكامها الفقهية ما بين البشر، زين، وفيها ربح وفيها خسارة. رأس المال اذا انخفض شنو صار؟ صار خسارة. يعني اذا ذول الخاسرين من صفاتهم شنو؟ انهم غير الرابحين. خلينا نروح سورة البقرة. من هم ذولا؟ فما ربحت تجارتهم. انتبهوا ياي، اللي ما تربح تجارته شو يصير؟ خاسر ولا؟ تجي الواو التفسيرية: وما كانوا مهتدين. ها؟ ولاية علي في كل آية، صدقوني. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شبيهم ذولي؟ ليش؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا كل عقل يريد يستوقد نار مهل يستغني عن من؟ عن نور آل محمد سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقولون عرفاء أكو نور نوري وأكو نور ناري. زين، النور النوري هذا يتم يوميا يشتد، تشتد به الإضاءة وتتكامل درجات الهداية. والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا ترقي. ولذلك قلنا النور وتمامه وين؟ عند آل محمد سلام الله عليهم. الطرف الآخر قالوا لك ذولي أكو ناس عندهم حجب، وشي هذا اللي يحب الدنيا، هذا اللي يحب الرئاسة، هذا اللي يحب المال، خل نشعل لهم نار والنار هم بيها شضوة. شركم بآل محمد، هذا هم يوديكم الطريق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سوى رب العالمين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. من هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل أحد أصحابه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال: يا فلان، من هؤلاء؟ قال له: سيدي، ذول يعني المشركين، يعني كفرون بالله عز وجل. قال له: ما مع مضمون الرواية؟ ويحك، الله يقول من النور إلى الظلمات، وهل في الشرك نور؟ زين، الله ذول قاعد يخرجهم يقول من النور، هل في الشرك نور؟ قال: لا يا سيدي. قال: هؤلاء كانوا على نور الإسلام،
فرفضوا ولايتنا. انتبهت وياي؟ بلي. زين، اكو عندنا بالقران الكريم شنو؟ نور الاسلام، واكو عندنا نور الايمان. هاي اول مره اضاءه، قال لهم ها نور، يا زين نور الايمان وين؟ قال لا نور الايمان ماكو، لما تريدون خوش. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعد سوره البقره اكو عن الخاسرين، بلي، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. هاي بمن هذا؟ هاي سوره البقره بس. خو ما نعيد احنا؟ ما نكرر؟ هذول الخاسرين صفاتهم ها؟ ينقضون عهد الله، يقطعون ما امر الله به، بعد ايش النتيجه؟ النتيجة هاي الثالثة تعتبر نتيجة لتلك المقدمتين. قطعاً لابد يصير مفسدين في الأرض. فإذا أصبحوا مفسدين في الأرض أغلق عليهم الباب. وأصبح انقلبت مشاعرهم واستجيروا بالله. بعد يرون الحسنة سيئة والسيئة حسنة. بلي. دول مفسدين. آيتين راح أربط لك بيهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما شنو؟ أنا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعر. زين ما يخالف، بس هي العلاقة بالخسران. نعم، هذول مو فقط خاسرين، هذول راح يصيرون الأخسرون أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا شبيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. انتبهتوا يا النقل هسه وين؟ خاسرين ثم وين؟ الاخسرين، اشد خساره. هاي السفره تسافليه، بعدهم عن العهد والميثاق والامر بالله ان يوصل، راح يفسدون. اذا يفسدون شو يقولون؟ اها بلي، الا انهم هم المفسدون. القران شو يقول؟ ولكن لا يشعرون. إذا ذول شنو؟ مو بس خاسرين، بل هم الأخسرون الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ذول يعرفون، الآية القرآن شو تقول؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. استجيروا بالله. بلي. يعني مثال، يسمحون المدخنين، التدخين ضار له مو ضار؟ ضار بلي. الجكارة ما بيها طعم، ولكن لما استمر عليها ايش راح يعتقد؟ يعتقد بيها سعادته. بس ما يصير وقت الافطار خطي بعض المدخنين يقول لهم حيل جيبوا الباكيت اشرب جكارة. طبعا هذا الجانب المادي، مو تسمحون لي، الجانب الجسماني. كذلك الجانب الروحاني، الانسان اذا ما راقب نفسه وطهر نفسه بولاية اهل البيت سلام الله عليهم تتراكم عليه بعد، حتى بعدين هذا كالمدخن لا بها طعم، ولكن شنو؟ السجيرة تنقلب مشاعره الروحية. زين، إن الإنسان لفي خسر. بعد عندنا في القرآن الكريم الخسران المبين، استجيروا بالله. أيضا استجيروا بالله، من اللي خسران المبين؟ طبعا عندنا آيتين، آية تقول ألا ذلك هو الخسران المبين، آية ثانية تقول ذلك هو الخسران المبين. اللي ألا معناها شد بعد خسارة. وين هاي ألا؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يمتى؟ يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. عقائديا هذه، وبعدين نجيها روحيا وخلقيا، ولها علاقة بالتعرف بعد الهجرة، اللي هي من أحد الكبائر في الفقه المعدل في كتاب رسالة العملية. عقائديا يسمونك عندنا مفهوم المقابلة، يعني تعرف الأشياء بأضدادها. يا هم الفازوا، هم وأهاليتهم فازوا بالجنة،
بحث السابق اللي ذكرناه، ما نسينا أخوه إن شاء الله، اللي يصلون ما أمر الله به أن يوصل، شيلهم. قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الناحية العقائدية انتبهت. إذن من راح يخسرون؟ أزواجهم وذرياتهم وأنفسهم، أهليهم، وشي الذرية من الأهل، الأزواج من الأهل، أنفسهم منهم الخاسرين. مفهوم المقابلة يعني الذين شنه ما وصلوا أي أمر الله به أن يوصل، ما التزموا بعهد الله عز وجل. والعهد قلنا شنه؟ الإمامة. القرآن الكريم يقول ألا ألا ذلك هو الخسران المبين. أما خسروا أنفسهم وأهليهم، زين، مرات إحنا جالسين هنا يتصل واحد بينا من برا مثلا يقول أنا أريد أجي لكندا، أريد أجي إلى أوروبا، أريد أن أقدم لجوء، شنو السبب؟ يقول لي هناك المعيشة خوش زينة، يعني السكن دابور، الأكل دابور، وعلى هاي تيجي تريد بلي. يا أخي صاحبنا مش يقول له؟ يقول له الله يخلصك من أيام الفقر، توكل على الله بركة الله يفتح لك. الله أكبر. أول ما يسأل الإنسان عن ماله لو عن دينه، يجي بعدين يجيب أولاده ويجيب بناته وهو غير قادر على تربيتهم في هذا المجتمع، وبعدين وين يضيعون بين ثنايا هذا المجتمع المظلم. أكلف وخذ دجاج وما أدري شنو، والله شنو كان جوعان جابه. هذا خسر نفسه وأهله. الله عز وجل يقول المهاجر كن يهاجر في الله عز وجل، منتبع عليه. ناهيك عن العرفاء، يقول أكو هجرة باطنية وأكو هجرة خارجية. الما مؤهل في الهجرة الباطنية هذا وين يكون؟ يكون كالريشة في مهب الريح إذا هاجر وسافر من بلد إلى آخر. الهجرة الباطنية يكون يهجر شنه؟ كل ذنب وكل حجاب ما بينه وبين الله عز وجل. هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. بني زين، هذا ذا الهجرة الداخلية الروحية تقومت عدة. هذا ممكن إذا وصل مجتمع يصبح نور، يصلح الناس، يهديهم. أما أنت تعرف صاحبك خطية وضع ركيك وعد عائلة وأطفال، ما يصير بهالطريقة. لا، أقل الناحية الشرعية، أقل روح اسأل وكيل المرجع، اسأل المرجع، قل له أنا عندي أولاد، أنت قادر على تربيتهم في هذا المجتمع أو لا؟ زين، إذا ضاعوا الأولاد وضاع دينهم وراح يصير خسروا أنفسهم وأهليهم. وما شفنا خسارات موجودة. زين، مجرد ضنك العيش. واحد مرة قال العراق قاعد بينا مجاعة تصير وناس تروح. زين، هذا واحد شاعر شعبي عنده بيت شوية حسة، قام قالهم خاطبهم بلندن احنا شنا، قال تموت بشرف يا الجياع، بالعراق تموت بشرف يا الجياع، وبلندن يموت بخزي الشبعانين، بدنه جاع وصحيح وراح الى الله. وانت جوع روح عندك، مجلس حسيني ما تحضر، احياء شعار امه ما تحضر، بس ما اجا وسمع قال له فلوس راح اشتغل لك لو بالجمعيه، تاه وين الاولاد وين الزوجه، اجمع فلوس. سلام الله عليك ابا عبد الله، وان تكن الدنيا تعد نفيسه فدار ثواب الله اعلى وانبل، وان تكن الاموال
للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل، وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل. زين يجي ويصير بعد يصدن متعب بعد الهجرة. طبعا بعض المراجع العظام يقول لك أنت في مكان ما تحافظ على دين أولادك تقول ما أقدر، ما يجوز لك البقاء، أطرج ارجع، ضياع دين. لا تقول ألا ذلك هو الخسران المبين. أكو آية أخرى لا ما بها ألا، ولكن تقول ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هاي الآية وين؟ أيضا آية في سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. بل القرآن يقول ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله في الغنى شنو؟ ويجفوه في الفاقر. ولذلك علي سلام الله عليه يحذر من مستحدث النعمة. بلي مستحدث النعمة يعني معناه يقول هذا شوي الابتلاء راح يهز خاف، هذا مثلا في فقر وبعدين جت تفرض النعمة مرات يهتز. علم اجتماع مرات سموها صدمة حضارية بالمجتمعات، علم سموها صدمة نفسية، يعني قلاص مثل بارد وصبي ماء حار زايد شنو يتفسر زين يرى لفترة يكون يتمدد. هذا قسم إذا جت فلوس وهذا قال الحمد لله رب العالمين، لكن إذا تمرض لا الحمد لله اختفت عن لساني، شكرا لله اختفت عن لساني. ولذلك أهل البيت سلام الله عليه شو ربونا يقول الحمد لله وين؟ على كل حال. قصة لطيفة يقولون في يوم نام الشيخ البهائي رضوان الله عليه كان يسيح في الأرض، من بعيد شاف بيت ومزرعة فنوى أن يستضيف في هذا الليل عند هذا صاحب المزرعة. راح عند صاحب مزرعة شاف بيت فلاح عنده مزرعته، قبل خلون زيت سميها العراق لالة تذكروها لون افوط، قال معتهم هذا مصباح مالهم وما عندهم كهرباء. الزيت انتهى طفت الشمعة طفى الضوء. الشيخ عنده معروف عن الشيخ الباء عنده علم التصرف وعنده كيمياء خاصة معروف عنه، هاي الشمعة اللي في إيران هذه ما حد قدر يطفيها ولا يعرف سرها إلى أن أجوا الإنجليز بعدين طفوها ما قدروا يشعلوها، ما تطفي أبدا في إصفهان معروف عنه. زين وعدة صوت تكلم سبع مرات، قسم يقولون هاي الشمعة كانت على الطاقة الذرية، الشيخ كان يعرف بعلم الذرة، عنده كرامات موجودة آثاره. المهم قال له لا تهتم أنا خليه صدر يرجع الضوء مرة ثانية. قال له فعلا رجع الضوء مرة ثانية. الفلاح قال له شيخنا هذا الضوء مالك بعد نص الليل يطفي. الشيخ ذول العرفاء يعرفون العارف مقابيله. الشيخ قال لك ها هذا بين سرعة سكت. نص الليل الدنيا باردة وشتاء برد قارص، فطلع الشيخ اللي تصلي صلاة الليل من راي يتوضا المي بارد، قال ها شنو اليوم هاي الجو شلون بارد، بس ما قال شلون الجو بارد راسا طفت طفى الضوء. الفلاح هناك صاح قال له مو قلت لك بعد نص الليل يطفي؟ انتبهت علي. ذول العرفاء طبعا يراد معتهم واحد يكون هو هذا بس يتهمون انفسهم. قال له زين يبين انت عندك معرفه بس علمنا شنو السبب ليش انطفت.
قال له بلي، يعني قال له انت من اهل العلم، جو بارد حار هاي مو شغلك انت، انت كن على دائما الحمد لله على كل حال. إذن الحمد لله على كل حال، في النعمة في الرخاء، في المرض في الصحة، في الفقر في الرخاء. جابر سلام رضوان الله عليه يقول للإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام الباقر تدرون في عصر جابر بعد صغير السن، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال ستدرك ولدي اسمه اسمي يبقر العلم بقرة، والقصة معروفة، شافه مع الأطفال ثم قال شمائل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم جابر فدي يوم قال لي الإمام الباقر، قال له أنا الموت أحب إلي من الحياة، والمرض أحب إلي من الصحة. قال أما يا جابر فنحن لا، قال إحنا معناه نحب ما اختاره الله لنا، فإن اختار لنا الحياة فذلك هو، وإن اختار لنا الموت فذلك هو. انتبهت علي؟ هي مرتبة جابر سهلة، إحنا ما نقدر نوصل. من يقول موت أحب إلي من الحياة، هاي درجة طبعا تمني الموت، ولكن أولئك وين؟ أولئك هم إرادة الله عز وجل. إنما يريد الله إرادة الله هم آل محمد سلام الله عليهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن يوجد في القرآن الكريم الخاسرين موشي، ويوجد الخسران مبين استجيروا بالله، والخسران مبين في درجتين أيضا، ويوجد الأخسرون أعمالا أجارنا الله سبحانه وتعالى. زين الآية تقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكو سير أيضا يتم هذه السورة في القرآن؟ نعم، أكو سير في سورة البلد، الله عز وجل يقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. انتبهت وياي؟ هذا سير في القرآن الكريم، والمرحمة من الرحمة، الرحمة طبعا قطعا لكل ذي فاقة، وأصدق مصاديقها صلة الأرحام. اللي أحد بنود وفقرات خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى روي أن الرحم لسان لذق، الرحم معلقة في العرش ولها لسان لذق تقول ربي صل من وصلني واقطع من قطعني. هذا البعض الشباب أو البعض بس ما تزوج، أكو نساء صالحات يحببن الزوج لأهله، يحببن الزوج بأمه وأبوه، هن يوصلنا. انت وصلت رحمك، سألت عن صحة ابوك، سألت والدتك، خاف ما عندهم مال، خاف كذا، في فاقة، واكو لا هي ويا عركة، ها حولتي فلوس لأهلك، حولتي فلوس لأبوك وأمك. أعظم الناس حقا على الزوج والداه، وأعظم الناس حقا على الزوجة زوجها. زين، المرأة الصالحة تأمر الزوج بصلة الرحم. وصدقوني أنا شفت قسم من الزوجات اللي يوقفن سد ما بين الزوج وما بين والديه، الله عز وجل أصابها كما أصابها، سبحان الله، ولا تقطعوها، ولا تقطعوها من يكبرون، سبحان الله، هاي الأم العزيزة، لأنها كانت مثل. وكذلك أيضا الرجل كن ما يقطع ما بين الزوجة وما بين أهلها، بس بنفس الوقت كون أيضا الأم والأبو مو يجون يصيرون علة، زين، وحجر عثرة في حياة الزوجين. أكو أبو وأم ما يرتاحون إلا يدخلون كل شيء في حياة الزوجين، هذا خطأ، صح، وصلت رحم، لو يدبنون أنفسهم
إذا بناها بنية كن ما صارت خطأ، خصوصا بذات حياة الزوجية، أبوي أمه صلت رحم رأسا، هاي صارت مشكلة. لا، ما تتقوم شخصيتها، يقول خلاص مشكلة، أنتوا فكروا شلون تحلوها. أكل أصلا محل أبو أم لا يقيم قيم الدنيا ولا يقعدها، خلاص هذا أبو خوش آدم، إحنا ابتلينا بيه، إحنا ما أدري شنو زين. وبعدين يصير مصداق يفرقون بين المرء وزوجه، هاي انقطع رحم زين، صلة الرحم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر يا الله، وبحق نبينا صلوات الله عليه وآله، أن نصل أرحامنا في هذا الشهر المبارك، ونفرح الإمام الحجة سلام الله عليه. ومن أقوى صلة الأرحام وين؟ الله، رحم محمد سلام الله صلى الله عليه وآله. بلي بلي بلي، ذرية النبي صلى الله عليه وآله في رواية ثلاثة، وإن أتوا بذنوب أهل الأرض أنا شفيع لهم. رجل سعى في قضاء حوائج ذريتي، ورجل قضى حوائج ذريتي، ورجل أحب ذريتي قلبا ولسانا. يا الله يا عظيم، بحب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة ذرية محمد صلى الله عليه وآله قلبا ولسانا، وفقنا لقضاء حوائجهم وللسعي فيها. آمين. صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. واحد الأئمة خاطب أحد خلفاء بني العباس، أن تفسدوا في الأرض شنو؟ وتقطعوا أرحامكم. بلي، ماذا كان؟ ما صحيح مسلم في صحيحه يقول يقبلون من أهل البيت شباب، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم تنحدر دموعه على خديه، وبكاء العظيم دائما أكررها، والله بكاء العظيم هذا بكاء الخلق أجمعين. صحيح مسلم، أذكركم الله يقول في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. زين، الزهراء مو من أهل البيت سلام الله عليها؟ سيدي بقية الله، إني أستأذن الله أولا، أستأذن رسوله صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن خليفته بقية الله في الأرضين، سيدي بقية الله بالزهراء سلام الله عليه، أذن لي في مخاطبتك، فإن لم أكن أهلا لذلك وأنا أيضا لست أهلا فأنت أهل لذلك. سيدي، سيدي بقية الله، الزهراء مو من أهل البيت؟ الزهراء مو بضعة الرسول صلى الله عليه وآله؟ الزهراء مو قول شجنة مني؟ الزهراء مو إذا دخلت قام الرسول صلى الله عليه وآله إجلالا له؟ الزهراء مو بنت خديجة؟ خديجة التي أنفقت كل ما لديها، كل ما عندها مال في سبيل الإسلام. يعني دع عنكم الروايات، دع عنكم القرآن الكريم، والله كما قال الحسين فكونوا أحرارا في دنياكم، صيروا أحرار بلا دين. هذه بنت الرسول، هذه بنت خديجة، هذه الخديجة ماتت في شعب أبي طالب من أجل من؟ من أجل الإسلام. هذه كل أموالها كخلها رد جميل، تأخذون حتى من يدها فدك، عجيب. وين سيدي يا صاحب الزمان؟ وين وصل الآن؟ وصل الأمر يقولون إنها آذتنا في بكائها، عجيب. حتى صوت الزهرة بعد ما يتحملون هذا الصوت الذي رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي لبكائها. وبعد سيدي، سيدي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، الزهراء الأحزان أذابت بدنها، التصق جلدها على عظمها. والزهراء عمرها مو كثير، 18 سنة، ترى عمر الزهور. زين،
حزن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا البدن النحيل اللي ما بقت به قوة. سيدي تقبل وإذا هي خلف الباب، بعد هذا الحزن والآلام تعصر ما بين الباب والحائط. سيدي ولذلك جدك أمير المؤمنين يروى الأمير سلام الله عليه يقولون جالس ما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، علي أتصبر؟ قال على من يا رسول الله؟ قال له يعني إذا خضبت شيمتك المقدسة؟ قال له أصبر سيدي. بدأ يعدد له المصائب، ولكن ما إن وصل قال يا علي أتصبر إذا انتهكت الحرمة؟ أمير المؤمنين لم يجب، بكى بكاء، وضع رأسه بكذا. هذا انتهكت الحرمة، الله الزهراء سلام الله عليه. ولذلك من أعظم ابتلاءات الإمامة الذي قلع باب خيبر بيد واحدها، عجزوا عن قلعها 40 و40. كون الأمير سلام الله عليه شوف الزهراء يكسر ضلعها وهو يجلس، الله أكبر، شلون ابتلاء. يقول الرواية لما عصرت ما بين الباب والحائط وضلعها مكسور، لكن ما أن رأت عليا قيدوه بالحبال خرجت خلف علي وضلعها مكسور. وهل تركوها سيدي؟ لا لا يا سيدي، يا بقية الله. يقول لمولاه قنفذ عليك أن تضربها بالصوت. عجيب البدن اللي كان يشمه رسول الله، يقول أشم به ريح الجنة. بدن الزهراء يشمها، يشمها للزهراء، يقول إني أشم بها ريح الجنة. عجيب هذا البدن، صرك صوت قنفذ يلتوي عليه. بقية الله، يا مار علي عبد ضربني من ضربته للقوى عذبني، من الناس ما واحد حشمني. بقي يا سيدتي يا بضعة الرسول، إن شاء الله يخرج الإمام الحجة سلام الله عليه ويأخذ مثال ضلعك المكسور على آلامها. يا بقية الله، تأخذ الحسنين وين تروح؟ تروح إلى قبر رسول الله، منعوها من البكاء في بيتها، تجلس عند القبر تقبض قبضة من تراب القبر تشمها. ماذا على المشتم تربة أحمدي أنا لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي يا مصائب لو أنها صبت علي الأيام صيرن لياليا. قمرك يا بويا ما رعوني خذا ونحلت وبجوا عيوني، والله ويمني البجي والله بنعوني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد، يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، يا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله إلهي، أيضا قرأنا سورة العصر وفيها الخسر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، بالحجة سلام الله عليه،
اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يا الله بحق سورة العاصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله وأهله، الشكر لله كما هو أهله. اللهم ما بنا من نعمة منك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن وأهلك من عاداهم يا الله، بالأخص غاصبي حق الزهراء سلام الله عليه ومؤذيها يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وامنن علينا برضا. بقية الله شهر رمضان نتوسل إليك بالزهراء التي رضى الله رضاها، برضا الزهراء نسألك الدعاء أن ترضى عنا، لأن رضاك رضا الله في هذه الساعة وفي كل ساعة. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة يا الله، صيامنا به مقبولة يا الله، هذا المجلس وسائر المجالس الحسينية بها مقبولة يا الله، ذنوبنا به مغفورة، دعانا به مستجاب، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية. إلهي بوجه كريم أهل البيت ابن فاطمة الزهراء سلام الله، أقبل وجهك الكريم إلينا وتقبل تقربنا إليه. إلهي بالعيون الغائرات، عيون أبي عبد الله الحسين سلام الله، اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك يا الله. يساقع عطاشا كربلا، اسقنا من حوض جده صلوات الله عليه وآله، بيده وبكأسه ريا رويا سائغا هنيئا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم ويقوم الحساب. المؤسسون تقبل عملهم، سادة الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات، وهذا العبد المذنب. اللهم اجعلنا قرة عين لإمامنا، المعين له بورع واجتهاد وعفة وسداد يا الله، من خواص مواليه، من خواص أصحابه. ليلة القدر إلهي نقسم عليك، يقولون من ضمن التفاصيل ليلة القدر فاطمة، بفاطمة بفاطمة بفاطمة، أن يرضى عنا إمامنا، وتكون هديتنا من عنده معرفته محبته يا الله، كمال المعرفة بهم وكمال انقطاع عنك سميع الدعاء. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى أم الإمام صلوات الله عليه وعلى آبائه وعليه السلام، ولا سيدة فضة خالمة الزهراء سلام الله، جميع السفراء ونوابه، العلماء الذين أحيوا أمر العترة والقرآن الكريم، سادتي خدام المنبر الحسيني، أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خاصة أموات سادة الحاضرين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.